مركز الان باب الحسين ان شاء الله كل يوم هيجي. طبعا الخطوه التصعيديه مالت الدولي اللي هي قطع شريان الحياه في العراق يكون قطع نهائي الى حين تحقيق مطلب قائد حسن المنديل. هذا المطلع هذا التصعيد يتاجل الى بعد الزياره، زياره موسى بن جعفر سلام الله عليه. عليكم ايها الضغاة تقتلون شعبا في المظاهرات. في أي دين يقتل صفا في أي دين يقتل صفا بل كل دين منكم براء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم نتحدث مشاهدينا الكرام عن زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق الآن وهي تنتهي، ونتحدث أيضا عن الأسباب التي أدت إلى هذه الزيارة، عن نتائج هذه الزيارة، عن رأي العراقيين بهذه الزيارة ولمصلحة من تصب في النهاية. هناك آراء كثيرة تتحدث عن أن هذه الزيارة جاءت لمصلحة السلطة الموجودة في العراق لدعمها بشكل أو بآخر. مجرد وجوده على أرض العراق والتقائه بهؤلاء الذين يحكمون هو اعتراف بشرعيتهم، هو شرعا لوجودهم، هو دعم دولي لهم، لأن البابا لا يمثل فقط الفاتيكان ولا يمثل فقط المسيحيين، هو أيضا يمثل الرؤية الدولية لما يحدث في العراق. وبالتالي من يتعامل مع هؤلاء، من يعترف بوجودهم، من يضع يده بيدهم، هو بالطبع يعترف بهم ويعطيهم الشرعية، ويعني يتناسى أو يتغاضى عن الدماء التي تسيل في شوارع العراق والفساد الموجود والميليشيات والخراب، ويهمل كل هذا ويضعه جانبا في سبيل أن يلتقي بهؤلاء، أن يحضر إلى بلد يرفض شعب هذا البلد السلطة الحاكمة فيه. طبعا عندنا النائب السابق جوزيف صليوة قال إن زيارة بابا الفاتيكان لن تصب في مصلحة المسيحيين في العراق. قال النائب إن زيارة بابا الفاتيكان منحت الشرعية للسلطات في العراق التي همشت دور المسيحيين، وأشار إلى تهجير قرابة 2 مليون مسيحي من العراق خلال السنوات الماضية. النائب يوناد مكنا قال إن البابا فرانسيس لا يمكنه إجراء التغيير ومكافحة الفساد في العراق. هذه آراء من نواب مسيحيين ينظرون إلى هذا الوضع، ينظرون إلى هذه الزيارة بأنها لن تخدم العراقيين بل جاءت لخدمة هذه السلطة. هكذا ترى شريحة ليست بقليلة من العراقيين هذه الزيارة، هكذا تقيمها، هكذا تفسرها. وإلا ما الأسباب التي منعت بابا الفاتيكان من الذهاب إلى الأماكن التي جرت بها تظاهرات والتي سفكت بها دماء المتظاهرين؟ ما الأسباب التي منعت بابا الفاتيكان من الذهاب إلى عوائل الشهداء العراقيين الذين خرجوا للمطالبة بحرية، الذين خرجوا للمطالبة باستعادة وطن مسلوب بطريقة سلمية، وهو الذي جاء رافعا شعار السلام؟ ما الأسباب التي تدفع بابا الفاتيكان للقاء شخصيات متهمة بالفساد وقيادات ميليشياوية ووضع يده بيد هؤلاء الذين يرفضهم الشعب العراقي وخرج لإسقاطهم؟ ما الأسباب التي منعته من زيارة الفقراء في العراق، من زيارة الأيتام، من زيارة الأرامل، من زيارة المناطق المحرومة في العراق والتي خرجت بأوسمة على تويتر وخرجت بشعارات رفعت في الشوارع في سبيل أن ينظر إليها هذا الضيف، في سبيل أن يقرأ ما الذي كتب على هذه الأوراق وما الذي كتب على هذه الأقمشة من شعارات ومن رسائل وجهت إلى العالم عن طريقه بأن العراقيين يعانون ولا منصف لهم ولا أحد يستطيع أن يحقق لهم ما يصبون إليه؟ وبالتالي لم يسمع بابا الفاتيكان، ربما لم يرد أن يسمع أو منع من أن يسمع هذه الأصوات بشكل أو بآخر.
أكو موضوع مهم للغاية وهو التزييف ومحاولة الترقيع الحكومية التي قامت بها حكومة مصطفى الكاظمي في المناطق التي زارها بابا الفاتيكان. خلونا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام، كيف أن السلطة زيفت الحقائق ورقعت الواقع المرير بطريقة مخجلة مخزية ولا تدل إلا على مجموعة من اللصوص والفاسدين. المقطع التالي هي طريقة إعمار السلطة أو المحاولات لتبليط الشوارع وتزيينها ومحاولة إضفاء لون معين على الحالة الموجودة في العراق، بأن العراق بلد معمر، فيه خدمات وفيه طرق وفيه شوارع وفيه أرصفة مزينة. خلونا نشوف هذا المقطع وبعدين نرجع. صارنا كم يوم نلاحظ بديه النجف اعمار وترتيبات وكذا، بس مثل هاي الحكومه الكلاوتشيه وحكومه العيله ما شايفينه علي. شوف هذا تخطيط مشاريع المطار، من المطار مخطط لحد اللوفه، على مود اللوفه اللي فيها الطابه ويستر منها ويروح عليه من عشان الكوفه رسعت صدره لطب للولايه. هسه بطل الباب قفل عليكم وقال كبر يدلك قدام، شلون؟ اطلع ولا قدام وما ما ما تخلين بخط باب خط بطيح ما باب خطوط مسماريه، الى متى مالك لواد؟ عمي يعيش بالعيله يموت في الفقور، وانتم والله العظيم ما تعرفون وش انتم، تحياتك يا يدك. شوف 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 الشغله الثانيه، شوف هذا رصيف يا ولد ولدي يا لالي، هذا صبغ ماكو على مود اللوفه ما تنباكو بابا يجي من هنا ويطلع. الى متى تظل هاي كلاواتكم؟ الى متى؟ والله عيب عليكم، يقول لك 10 مليارات مصروفات للنجم على مو زياده البابا، بس قطع اعلاميه وصبغ الارصفه. يا دجل كلاوتشيه. شفتوا المقطع وكيف انه الخدمات التي تم توفيرها في الطرقات التي مرت من خلالها او مر من خلالها موكب بابا الفاتيكان، كيف أنها تم صبغها لمنطقة معينة، المنطقة التي لن يكمل المسير فيها، كيف أنها انتهت عند هذه النقطة، وكيف أن بعد هذه النقطة ترون العراق الحقيقي، ترون الطرقات الحقيقية. على ذمة المتحدث بالمقطع اللي شاهدتموه 10 مليارات دينار تم انفاقها على هذه الخدمات. طيب هل هذه تكلف أصلا هذا المبلغ؟ هل فعلا ما تم إنفاقه بالفعل رآه العراقيون في الشوارع؟ أكو مقطع آخر أيضا تم تداوله بشكل واسع من قبل العراقيين حول خدمات قدمت إلى مناطق معينة مرة منها بابا الفاتيكان، شارع طوله 15 كيلومتر تم بناءه أو تم إنشاءه أو تم يعني تبليط هذا الشارع بمدة أسبوع، في حين أن المياه مفقودة في محافظة ذي قار، المياه مفقودة منذ أكثر من 10 سنوات. يطالب أهالي منطقة في محافظة ذي قار الحكومة باستمرار بالحصول على المياه لكن لا مجيب، في حين أن الحكومة استطاعت خلال 7 أيام أن تقوم بتبليط شارع طوله 15 كيلومتر. يتساءل المواطن العراقي وقتها أن أنتم معناها عندكم القدرة أن تعمرون وعندكم القدرة أن تبنون وتوفرون مستلزمات الحياة، أبسط مستلزمات الحياة، لكنكم لا تريدون ذلك، وإلا شلون قدرتوا خلال 7 أيام أنه تبلطون شارع طوله 15 كيلومتر وبطريقة يعني جيدة؟ فإذا أكو قدرة لكن لا توجد رغبة من السلطة. عندنا السيد أبو حسن من بغداد، تفضل حياك الله. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك لي. حياك أخوي علي. هو هاي زيارة مع البابا فرانسيس شو راح تسوي يعني؟ نعم. البلد مسيطر عليه إيران، أمريكا، إسرائيل، بريطانيا، كل الدول المتحالفة أعداء الإسلام متحالفة، هذا الرجل ما يغير شيء. يعني بلحظات قاموا يعني قاعد يبلطون المناطق اللي راح يمر بيها ويبلطوها ويزينوها ويصبغوها. هو رجل ما غير شيء يعني عراق يا اخواننا المسيحيين او العراقيين بصوره عامه، هذا رجل ما راح يغير شيء، لان البلد مستهدف من زمان ومحتل من دول كثيره. نعم. فعلى من يعني رجل كل شيء راح يسوي؟ كل شيء ما يسوي. وهاي التهاليل والناس فرحانه ما راح يغير شيء اخي هذا. نعم. هذا رجل سلام جاي، هو جاي مؤامره على العراق في سبيل يعني تخدير الشعب بصوره عامه، يقول لك احنا
يعني هالرجل هذا رجل سلام ومعترف فيه من الفاتيكان وبعض الدول المعترفة فيه، يعني رجل يعني معروف. فيقول لك احنا راح يغير شيء، هذا ما يغير شيء، ولو تنقلب الدنيا ما يغير شيء. ايران مسيطرة على العراق كله بفضل ميليشياتها واحزابها المجرمة الارهابية. زين لما يقول هذول يعني المرجع مالهم يقول لك ولي امر المسلمين، يعني ولي امر المسلمين يقبل بان يقتل المسلم قدامه ويعرف فيه لما هو مشارك بها؟ يقبل يعني يجوع المسلم؟ شنو يعني شنو يعني انه هذا الرجل اللي جاي بابا الفاتيكان سيد ابو حسن يعني شنو شنو هذا يعني شنو يعني انه هذا الرجل رجل سلام وهو ابو حسن؟ شنو يعني رجل بابا الفاتيكان رجل سلام وهو جاي نعم. يلتقي بفاسدين، يلتقي بميليشيات، يعني شنو معناها الصورة اللي تطلع وظاهر يما ريان الكلداني واقف بصفه زعيم ميليشيا قتل وهجر وارتكب ضد العراقيين الكثير، شنو معناها انه يوقف بجانب بابا الفاتيكان؟ شلون يرضى اذا كان اكو تنسيق واذا كان اكو رسالة سلام جايبها الى العراق انه يلتقي بفاسدين، يلتقي بقيادات ميليشياوية، يلتقي بمن سفك دماء العراقيين المسيحيين وبعدين المسلمين؟ شلون يرضى على نفسه اذا هو رجل سلام وداعي للسلام وناشر للسلام؟ مو بنظر ان بعض الناس بين رجل سلام لانه هو شلون يلتقي بقاده ميليشيات قتلت العراقيين، ادت العراقيين، جوعتهم، حرمتهم من حق العيش الكريم، بيوتها تدمرت، فجرت، اللي قاعدين بالخيم، اللي حصل عليهم الاكل، يعني هاي كلها انا اشوفها مؤامره ما اضحك على الشعب العراقي. نعم. الشعب العراقي مو باحترامه للعقل، يعني عنده عقل بس احترام ما صح، احترام الانسان ما عنده عقل، يعني ناس قتلت وسوت شغلات ارهابيه، انا استمع بيهم او التقي بيهم، اخي كلها مؤامره على العراق. نعم. من زمان. فليس تقول العراقيين بس الموقف هو رب العالمين والالتزام بدينه، يعني عندنا اخي الله اكبر، يعني عندنا رجال بالعراق والله العظيم يعني حرامات ينظلمون الظلم هذا يوميا، جايبين فد شغله ومهدئين الوضع، هو الواقع الحال مو هيجي. نعم. هم ذولا جو يعني العراق التدميره وهذا الكلام في العراقيين، هاي من اول ما جوي بشروهم بان نعطيكم الحريه والديمقراطيه. يعني كلها ضحك، انا اشوفها مؤامره. نعم. يعني بنظري كانسان انا اشوفها مؤامره على العراق وتخدير وضحك على الدقون. طيب. الله كريم، الله كريم. انا اشكرك يا ابو حسن من بغداد. الصورة اللي انتشرت بشكل واسع وأثارت استغراب الكثيرين أنه ريان الكلداني الأمين العام لميليشيا بابليون مدرجة هذه الميليشيا على لائحة الإرهاب الدولي بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. طيب هذا شخص زعيم ميليشيا، هذا شخص هجر من العراقيين وقتل من العراقيين الكثير وهو منضوي ضمن الحشد الشعبي، هذه هذا التشكيل اللي يضم أغلب الميليشيات الموجودة بالعراق، كيف يرضى هذا الشخص بابا الفاتيكان أن يقف بجانبه شخص يقود حركة مدرجة على قائمة الإرهاب الدولي ومصنفة جماعة إرهابية وزعيم ميليشيا مسلحة لا يعترف بالسلام، يعترف بلغة السلاح، كيف يرضى أن يقف بجانبه هذا الشخص؟ هناك أيضا ملاحظة أخرى على سلوك بابا الفاتيكان والكيل بمكيالين بالتعاطي مع الأمور في العراق. ناشطون وصحفيون عراقيون اتهموا بابا الفاتيكان بالمعايير المزدوجة بشأن مواقفه وتصريحاته من مأساة الشعب العراقي. أشار ناشطون إلى عبارة وردت على موقع الفاتيكان الرسمي ظهر فيها شكر البابا للمرجع الديني علي السيستاني في النجف إزاء رفع صوته مع الطائفة الشيعية إزاء العنف والصعوبات الكبيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة دفاعا عن الضعفاء والمضطهدين وفقا طبعا للنص الوارد. وكانوا فقط الشيعة في العراق يعانون، بعيدا عن هذه اللغة اللي استخدمها الفاتيكان وهي لغة طائفية أيضا بامتياز، العراقيون أجمعهم أو كل الطوائف العراقية، كل الأديان في العراق، كل العراقيين بغض النظر أي طائفة ينتمي أو أي عرق أو أي دين، هو يعاني في بلد مسلوب، بلد منهوب، بلد تقوده مجموعة من اللصوص، بلد تقوده الميليشيات، بلد يقوده الأقوى، لغة السلاح هي اللغة السائدة، لا يوجد قانون في العراق.
هذه لغة طائفية حقيقة أن تستخدم في موقع الفاتيكان الرسمي ومن شخص يدعي أنه جاء لنشر رسالة سلام معينة إلى العراق. عن أي رسالة سلام واللغة متضمنة والنص متضمن جملة طائفية بحتة، وكأن طائفة معينة في العراق هي التي تعاني فقط. العراقيون بشكل عام يعانون من الشمال إلى الجنوب، ومن يخرج في المظاهرات اليوم لا يعلم أحد إن كانوا سنة ولا شيعة ولا مسيحيين ولا صابئة ولا أي طائفة أو دين. اللي موجودين في ثورة تشرين قتل منهم السني والشيعي، وفي التفجيرات التي حدثت في ساحة الطيران قتل السني والشيعي، ويقتل السني والشيعي والمسيحي وكل الطوائف والأديان الموجودة في العراق يوميا على مدى 18 عاما من الاحتلال على يد مجموعة تقود البلد نحو الهاوية. فأن تخرج هذه اللغة حقيقة من الموقع الرسمي للفاتيكان ومن شخص جاء حاملا رسالة سلام ومحبة وتآخي كما يقال، من المعيب جدا أن تخرج هذه الرسالة، وغير مفهومة إطلاقا أن يهمش جزء كبير من المجتمع العراقي على حساب جزء آخر هو يعاني لكن ليس على حساب الآخرين، ليس على حساب طوائف معينة، ليس على حساب أديان أخرى، جنسيات أخرى موجودة أو أجناس أخرى موجودة في العراق. من عندنا؟ السيدة أبو فاطمة من النجف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. نعم أخي، يعني احنا موقفنا ما زلنا نحن النشطاء المجتمع المدني نستنكر. أنا في حلقة سابقة استنكرت زيارة البابا إلى السيستاني بالضبط بالضبط، لأنه الاعتبارات، أولا هذا الرجل ليس عراقي، وهذا الرجل يعني أنا أعرف أنه دوره سياسي لكن في العلن أنه رجل دين. نعم. فلماذا تتهافت عليه الوفود السياسية وكذا كممثلة الأمم المتحدة والآن البابا وغيرهم وغيرهم؟ نعم. هل يقبل بابا الفاتيكان أن يكون هنالك يعني رجل غير ليس من دولة الفاتيكان ويزور يعني من أمريكا وفرنسا ولا يلتقي بال؟ هذا الشيء مردود. ثم أخي أنا نعتقد، نحن نعتقد أن ما تقوم به الأمم المتحدة والفاتيكان وغيرها. نعم، فقدنا الاتصال مع السيدة أبو فاطمة من النجف. عندنا السيدة أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا من خلال قناتكم هاي ننقل البابا جيت على شنو، يعني حتى يفهموا العراقيين. نعم. على شنو جيت؟ لأن هم دمار العراق من الأساس. هم وين كان قبل؟ نعم. وين كان قبل عن العراق؟ يعني هسه تفطنوا بالعراق عمي، هاي شغله لعبه سياسيه. هاي الحكومه اتفقت، لان هم من استقبلوا العراقيين اللي هم نفسهم الحراميه. لان ما حكى وياهم، قالوا انت اللي عملتوه بالشعب العراقي شيء على شنو؟ شنو اللي سويتوه؟ استقبلوا حراميه عمي، ما استقبلوا الشعب العراقي. نعم. يمنا طلع للنجف وطلع للموصل وطلع لاربيل، شنو زيارته هاي؟ زيارة احنا هذا الشعب جاي يموت يوميا. الله. نعم. الله يخليك. نعم. شعب جاي ينتهي. والله جاني البابا وجاني مدمنه عمي، عيب الحكي هذا. يعني وصلونا. نعم. الى مرحلة قامت الناس تضحك علينا. عيب عليهم. البابا لو يريد كان سوى شغلات كثيرة. عمي هذا ما بي هاي لعبة سياسية هاي. نعم. حكومة هي نفسها دعبتها خليجي. استقبلتوا انت ببرود، استقبلتوا انت حراميه، انت اساسكم دمار الشعب. نعم. ما حكوا على هاي المظاهرات مال اخواننا بالجنوب اللي جاي يسوق الدب بيه. نعم. مو حرام هذا؟ ليش ما راح يزور عوائل الشهداء، الناس اللي طلعت بسلام مثل ما هو جاي برساله سلام، اللي طلعوا بسلام يطالبون بحق، اللي طلعوا بسلام بعيدا عن لغة الرصاص والعنف اللي تعرفها الحكومة والميليشيات، وطلعوا يطالبون بوطن، ليش ما راحوا والتقى بعوائلهم، التقى بذوي الشهداء، التقى بالمصابين من المتظاهرين، شاف حال الناس الفقراء اللي ينامون بالشوارع اليوم، الأطفال والنساء، ليش ما راح؟ ليش راح الأماكن
الحكومة موفرت الهياء ومجهزة الهياء، ليش ما طلب أنه يشوف العراق الحقيقي؟ أستاذ الله يخليك، والله ترى شغلة ضوار حديثية، شغلة بينة يعني مؤامرة مع عمي هذا. بس لا بس لا العراقيين عباله مثل قبل يضحك عليهم. عمي بعد العراق ما يضحك عليه، شعب وعى، صار عنده وعي. نعم. مثل ما تفضلت انت، ما راح شفت عوائل الشهداء والمصابين، ما صار مناطقنا في الجنوب. ما اريد احكي لك انا اللي كوني من محافظه العنبار، نعم عيب علي اتكلم بهذا. قال لي روح شوف المناطق اللي الجنوب، عمي منكوبه. نعم والله منكوبه. عندي اصدقاء خابرهم قال عمي والله انتهينا، والله تدمرنا. نعم ما كافي عاد، ما كافي الظلم هذا. بس والله يا عم احنا عملنا بوله كبير، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم انا اشكرك يا ابو عراق من الفلوجه، ويانا السيد ابو عباس من البصره. تفضل يا ابو عباس، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي كم كلمه نقد انه لزياره البابا. زياره البابا فضل. احنا غير ما ترضين عليها، عادي ماكو مشكله بيها. طيب لكن احنا الناس المهمشين من العراق، يعني من الجنوب للشمال. نعم من الجنوب للشمال. نعم عندنا المرجعية السيد علي السيستاني دام الله، يعني فتوى ضد الفاسدين. اي ما حد اخذ كلامه. هل من المعقول انه البابا الفاتيكان راح يغير من هذا الحال الى غير حال؟ طيب اريد اسالك عن النقطه الاولى اللي ذكرتها حضرتك، موضوع انه نعم المرجعيه افتت بمحاربه الفاسدين وما حد اخذ بكلام المرجع. نعم. طيب ليش اخذوا بكلامه؟ ليش اخذوا بكلامه لما طلب انه يتشكل الحشد؟ ليش اخذوا بكلامه بالحشد وما اخذوا كلامه بمحاربه الفاسدين؟ بس ما بخصك الفتوى الاولى، اخذوا بكلامه. اخذوا كلامه لانه رادوا انه يبعدون الخطر عن البلاد. رادوا يبعدون الخطر عن طيب. البلاد، لكنه تبين العكس انه اصاب المصابين والشهداء والجرحى. ما حد انظر بحالهم لحد الان، ما حد نظر بحالهم. نعم. وكانت الميليشيات اللي شكلت هي بسبب الحشد، سبب الحشد شكلت الميليشيات. يعني اذا موضوع اخراج هيك نوع من الفتاوي كان خطا من البدايه، انه انت تؤمر برفع السلاح. هو اصلا كان خطا، لانه كان خطا. لانه اكو ناس يعني ضحكت على هذا اللي اقوله، واستغلت الفتوى، استغلت الفتوى السيد. طيب اليوم بالعراق عندنا معاناة، وموضوع انه فتوى من المرجعية انه يطالب بمحاربة الفساد، هو لحد هسه ما ظهرت هاي الفتوى، هو مجرد كلام يطلع به عبد المهدي الكربلائي او احمد الصافي في بعض الخطب يحذرون من الفاسدين، لكن ماكو فتوى صريحة مباشرة خرجت لمحاربة الفساد. احنا اليوم نسأل انه بس اسمح لي، احنا اليوم نسأل لما يطلع عبد المهدي الكربلائي في احدى خطب الجمعة، ولما كان هذا الموضوع في زمن عادل عبد المهدي، يقول بانه طيب. يا حكومه ديروا بالكم ليروح الحكم لغيركم. شنو هالرسائل؟ يعني طيب. ليش يديرون بالهم؟ ليش ما يطالب هذه الحكومه بشكل مباشر بالاقاله، تقديم الاستقاله، وخلوا العراقيين خلوا العراقيين هم اللي يحكمون نفسهم. بس مرخصتك اخي، حكومه ميليشيات حكومه محاصصه، يعني حكومة محاصصة، هي هاي واضحة. مؤامرة على العراق، مؤامرة على العراق. طيب فهل من المعقول انه البابا الفاتيكان انه راح يغير من هذا الحال؟ صدقني ما راح يغير اي شيء، صدقني نفسهم الميليشيات اذا ما تتغير هذه الحكومة فاقرأ على العراق السلام. نعم انا اشكرك يا سيد ابو عباس من البصرة للمشاركة. ويانا السيد أبو محمود من الرمادي، تفضل يا أبو محمود. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك أخوي؟ شلون صحتك؟ أهلاً وسهلاً، الله يبارك بيك، تفضل. أستاذ محمد إحنا من جم ألو. أي أسمع. محمد من جاي يزور العراق. بابا ما أدري من هذا، زين هو اللي جاي زار. أهل المعتقلين، أهل المغيبين، هاللي قال يابا أنا أريد أشوف على الحكومة شنو الوضع هذا، على شنو
على شنو ضامين آلاف مؤلفة كانوا من الجنوب من إخواننا الشيعة من مال ثورة تشرين ولا من اللي انضموهم بالرزازة واللي اللي جابوهم من الموصل ولا جابوهم من صلاح الدين هي من طلعت علي المرأة وقالت له تبكي البارحة على التلفزيون تقول له احنا نريد ولاد انا عندي ثلاث ولاد هل التبوا لي احد من الحكومة وقال لهم يابا ترى هذا الحكومة عمي انتم ضامين ولد الناس طلعوهم اللي قال تعال انا اشتريهم يعني استاذ محمد على شنو زيارته جاء ودوا للنجف ودوا للناصريه ودوا لبغداد ودوا للموصل على شنو شنو اللي مر علينا احنا المنكوبين ما مر علينا احد وقال تعال جاي المنكوبين وين ولاتكم من 2015 2014 الى هذا اليوم استاذ محمد الله يخليه يعني على شنو جاء زيارته بس عندهم تفجير زيارته زيارته شنو هو احنا غير يجيبون يابا تعال ما اروح على الحكومه اجي على غير الملكوبين يا الملكوبين ايش عندكم عمي تعال على محافظه الانبار اقعد بالجامع الكبير قول لهم يابا تعال ما اريد اهل الملكوبين وينهم ما اريد خلي يروح المخيمات النزوح خلي يروح المخيمات النازحين اللي ما بها اي مقومات حياه استاذ محمد على وين باقي نازح ولادي مو رايحين الله يخليك انا على وين اقعد مو جوا شابر ابغى جوا يعني حتى رحت كم احنا احضر نقله بالقاعه واقعد فيها بس نريد ولاد استاذ محمد الله يخليك احنا والله ملينا الله يكون بعونكم يا ابو محمود انا اشكرك وصلت رسالتك واعتذر طبعا عندنا ناس ينتظرون هاي رساله من ذوي احد المعتقلين انه اسمعوا يا عالم يا بابا الفاتيكان وانقل هاي الرساله الى العالم انه الوضع اللي شفته بالعراق مو الدق والرقص اللي استقبلوك به الوضع مأساة كبيره جدا انهيار تام للدوله على كافه الجوانب والصعد مو هذا الطريق اللي بلطوا لك اياه ولا شويه اطفال ونساء ورجال لابسين زي تقليدي يرقصون انه هو هذا العراق مو هذا العراق ابو احمد من كربلاء تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شلونك ابو محمد الله يخليك الله. الله يبارك فيك الحمد لله تفضل بالنسبه هاي الزياره مالت بابا نعم احنا هسه هاي ما تقول خلي يروح المعتقلين وخلي يروح هاي الشغله السياسيه هاي انت انتبه يعني حاط الجهال والجماهير وصفقون نعم اكو مرجع اكو مرجع بالعراق سوى هالشكل نعم اين واحد من عندهم سوى هالشكل هاي ضربه لهم ضربه لمراجعنا الدينيه الاسلاميه تقصد انه هو تجول بين الناس وهم ما يتجولون؟ هو يتجول بين الناس ويبوس بالاطفال ويدمج يبوس رجلين وراء الدنيا كلها دول وراء من اجل العراق وسوى هيك يعني احنا اطفالنا قالوا ابوه هذا شنو هذا من رجال شنو من انسان هذا شنو هذا يبوس بالاطفال شو احنا مراجعنا ما سوينا هيك بابا انتبه يعني حتى الطفل قام ينتبه يقول احنا ما سمعنا في اليوم مرجع طلع من مراجعنا وخصوصا السيد علي يعني كلمه ما عنده بشارع ما تجول فتوى ما يعني بصراحه هذا هم سؤال انطرح بالمقاطع اللي انتشرت على اللقاء اللي جمع بين علي السيستاني وبين بابا الفاتيكان بانه لا صوت ولا صوره، طبعا صوره موجوده العفو ماكو صوت وبنفس الوقت الناس يريدون يشوفون مرجعيه النجف، ليش ما يطلع يلتقي بالفقراء؟ ليش ما يطلع يلتقي بذوي الشهداء؟ ليش ما يطلع يلتقي بالمعوقين من المتظاهرين؟ بالعراقيين؟ هذا السؤال هم انطرح بصراحه، احنا هم ننقل اللي موجود على مواقع التواصل ايضا من تساؤلات مواطنين متفاعلين للمتصلين. شوف نعم شوف هنا الخطر هنا السبب ليش؟ لان يريد يفصلون ولايه الفقيه يريد يفصلون ولايه الفقيه يريد يفصلون العراق عن ايران. نعم يفصلون يفصلون ايران عن العراق في اهميه بهذا مهرب يعني هسه احنا شكو مرجع عندنا بعد وشكو حتى اللي مشردين بالمراجع في اهميه راح ينتبه
شفت يعني الشغله شلون؟ طيب سيد ابو احمد انا أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من كربلاء. عندنا أبو ياسين من ديالة، تفضل يا أبو ياسين. حياك الله أخي محمد، حيا الله سيد الله في دين الأبطال النشام. الله يسلمك، الله يبارك بيك، حياك أخي محمد. هاي الزيارة طرح حيز واسع أكثر ما هي حقيقة. هذا رسول السلام أدسها السؤال من اجتاح العراق للصليبيين. نعم. وهو اليوم يتحدث عن المصري يقول يعني يتفاجئ بالدمار مع المصري، من دمار المصري على التحالف الصليبي. نعم. اليوم الاحترام للاغلبيه يعني ما جاء عمي منه الشعب العراقي الزواجي. تقبل الله العظيم لو ما راح للسلطان كان تطلون يحكون عليه. لكن هاي اليوم اصبحت واضحه هي تهميش اهل السنه. وهي المؤامره اللي واضحه. واللي هو اللي اسس الحشد هو اللي سلم أراضينا إلى داعش اللي هو المالكي والخزعلي والفهيراد وهم اللي ذا شكل الحشد ثلث الثاني. لكن اليوم وراح ثلث الثاني يا أخي محمد هو اللي يدير العملية السياسية كلها رضا محمد رضا الثاني، هذا واضح خلي فهم الشعب العراقي. بس يا أبو ياسين هذا الموضوع حتى لو التقى بالمرجع السيستاني لا يعني أنه هو موضوع همش السنة على حساب الشيعة، هو بمجرد انه هو اهمل العراقيين اللي ديعانون كانوا سنه ولا شيعه ولا مسيح، اهملهم من الزياره، ما راح شاف حالات الناس احوالهم واوضاعهم، هو تهميش لهم، مو يعني انه هو التقى بالسيستاني خلص معناها انه الامور طيبه بالنسبه لطائفه على حساب طائفه اخرى. اكو جنوب العراق وبدون تسميات، هاي الحقيقه الموضوع انا ارفضه موضوع تسميات الطوائف، لكن لا الكل مهمش اليوم، الكل مهمش اليوم في العراق من قبل من يقودون تحت عباءة الدين او ذولا اللي جايين تحت شعار رسول السلام ولا رسول السلام. ايش قدم رسول السلام والعراق صار له 18 سنة يذبح والعراقيين يذبحون، واليوم يلا اتذكر على قولة السيد ابو عباس من البصرة يقول اليوم اتذكر انه يجي للعراق ورا 18 سنة من الخراب. اكمل لك علي من 2002 من كان حنا بابا راد يزور العراق حتى يرفع الحصار ويمنع اجتياح العراق لفظه وما خلوه يدخل، لان هاي المؤامره راح سياسه الصليبين واضحه وسياسه الفوسيه واضحه. من اتحدث اقول لك حتى ثاني انا هم عندنا الامام الاعظم في مرجعيه سنيه والمجمع الفقهي، ليش ما ضمن الخطه؟ انا ما اقدر، لكن هاي العمليه واضحه واليوم هاي تبين الواضح انه اتضح ان اهل السنه هم المقاومه الحقيقيه، لان يعني كنا نعلم الامريكان والصهاينه كلها رفضوا اهل السنه لان يقاومونهم، اما هذول هسه اللي بلزونهم يسمون بالمقاومه الشيعيه، هذا المسرح الجديد هذا كله كذب واحتيال. اخي محمد هو شوف هم اللي شكلوا هاي الفصائل هو التقى بيهم، اللي فتوا الشعب الاخر هم التقى بيهم هو. فهو لا هو المرجع الاعلى السيستاني وما يسوي حل امور العراق، هل من المعقول هذا جاينا برا من غير طائفه من دون غير زياده هو يحل ازمه العراق؟ هذا فيلم سينما هذا ما نقبل به احنا اصلا، احنا لو نرص صفوفنا ونتشاتى فيما بيننا وكان احنا حلينا مشاكلنا. وصلت فكرتك يا ابو ياسين، انا اشكرك اكتفي وياك بهذا القدر، شكرا للمشاركه. عندنا السيد عطوان من بغداد، تفضل يا عطوان حياك الله. عطوان من بغداد موجود؟ عطوان فقدنا الاتصال. عندنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام. شلون أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا أستاذ محمد. نعم. الزيارة اجت وبقيت يعني غير مناسب صراحة. شلون؟ لكون البلد يتعرض لزعزعة الأمن والسلم المجتمعي. طيب. ويتعرض لسلطة الأحزاب اللي ما يهمها غير مصيرها ووجودها ومناطقها. تمنينا أن الزيارة يعني تكون يعني تحقق الاهداف، يعني الاهداف هو نقل المعاناه العراقيين للمجتمع الدولي والاسره الدوليه حتى العراق يتحرر من قيد سلطه الاحزاب والميليشيات.
لكنه الزياره اجت استاذ محمد اخفاء واعطاء الشرعيه لهذه السلطه وهذه الميليشيات واحزابها. تمنينا يعني صراحه من زياره البابا ان يزور المخيمات النازحين والمهجرين ويزور ساحات القضاء المظاهرات للوقوف على مطالبهم، لكن كل هذا ما تحقق للاسف. يعني الزياره صراحه انا اعتبرها زياره فاشله، واحنا صراحه احنا العراقيين ما نقول عليها، لانه احنا نعرف تحرير البلد ما يكون عبر المسؤولين، مش ما يكون حجمهم، مش ما يكون كبرهم، لانه يجون صراحه سواء كانوا يعني رجال يعني دبلوماسيين سياسيين او رجال دين، ما يحققون غير مصالحهم، لانه اذا هو يعتبر الرجل يعني رجل سلام، واحنا ما يعني ننتقص من شخصيته، شخصيته محترمه، فكان يعني يفترض به ان ما يستقبل دولة سياسية، لانه هو الشعب يعني معقول ما وصله هذا الرجل بانه العراقيين منتظرين لانه محرومين وما حاطين على حقوقهم من خلال هذه الطبقه السياسيه الفاسده، فيروح هو يلتقي بالطبقه السياسيه الفاسده اللي حارم يعني العراقيين من ابسط مقومات الحياه. هو المشكله هنا استاذ محمد، يعني هو يعني مو رجل عادي، انسان يعني له احترام وله كثير من قبل يعني ناسه، فمعقوله يعني ما معطينا الصوره عن العراق وليش يعني بهذا الوقت؟ انا اشوف استاذ محمد صراحه يعني هذه الزياره هي شلون مرتبه من قبل مخابرات اقليميه، مخابرات دوليه، وما وشوف صراحه يعني انا احكي لك يعني حقيقه هذا تحليلي. وتحركات السفير البريطاني هذه يعني مو تحركات يعني عفويه ابد، لانه من طلعت بريطانيا من تحالفها ويا الاتحاد الاوروبي لرجوع لهيمنتها وحكمها على الدول اللي كانت محتلتها، حتى لا نتوسع بالفكره، حتى لا نتوسع بالفكره، انا بس اختصر وياك الكلام سيد عبد الرزاق حتى لا نتوسع بالفكره، بس سؤال اخير وسريع واريد منك اجابه لو سمحت مبسطه جدا. انت ضد هذه الزياره ام مع هذه الزياره باختصار؟ مليون بالمئه ضدها، لان طيب. ما حققت المطالب اللي يريدها العراقيين استاذ محمد. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق، وصلت فكرتك، انا اعتذر منك لان عندنا ناس ينتظرون، وهذه هي هذا هو جوهر الكلام ومربط الفرس بالنسبه لحديث حضرتك، انه انت ضد هذه الزياره لانها لا تخدم العراقيين بل تخدم الطبقه السياسيه الحاكمه. عندنا السيده ام احمد من بغداد، تفضلي. الو ام احمد، حياك الله، تفضلي. السيده ام احمد، ما موجودة. أبو علي من ذي قار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله محمد. الله يسلمك، الحمد لله. تحياتي لك وإلى قناتكم المحترمة. حياك الله أستاذ محمد. زيارة البابا زيارة محترمة. اي وهذا رجل جاي يصلح، شاف المسيحيين انظلموا، اي المسيحيين انطردوا من قبل السياسيين، والرجل جاي ينصح. طيب ما تحكي على دول المتصلين يا اخوان، يعني الخاطمه والسيستاني، السيستاني قاعد لا يتكلم لا يطرح، ما ينصح ربعه السياسيين، خليه ينصحهم احسن. أي. يا نيران ما ترضى جايك البابا، صدقني ايران ما تطلع، لان ما تسمع، ما ايران ما تريد العراق يكون يتوحد ويتقوى. بس الرئيس الايراني حسن روحاني يا سيد ابو علي،
حسن روحاني خابر مصطفى الكاظمي يهنيه ويبارك له بهذه الزيارة. إيران لو لم يكن لها مصلحة بقدوم بابا الفاتيكان إلى العراق لما قام الرئيس الإيراني بهذا الموضوع بهذه الخطوة. يخابر مصطفى الكاظمي يبارك له على زيارة بابا الفاتيكان. يا أخي مجاملة هاي مجاملة بغض النظر من قبل روحاني مجاملة. هم يردون العراق ضعيف ما يكون له دور فدني ولا لاجة بابا وشي يريد يسوي الرجل. هو ينصح السيستان المفروض السيستان يطلع ولا على شاشة التلفزيون. أنا عندي سؤال لحضرتك سؤال سريع يا سيد أبو علي. سيد أبو علي سؤال لو سمحت. أنت حبيبي. أنت كيف نعم. تنظر كيف نعم. تنظر إلى الطبقة السياسية الحاكمة بالعراق؟ شلون تشوف هاي الطبقة؟ شلون تصنفها؟ والله طبقة فاسدة وعميلة وما تصلح. طيب. ما تصلح. هل من المنطقي إذن إنه هذا الرجل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان هل من المنطقي إنه يجي يلتقي بطبقة فاشلة فاسدة من اللصوص والمرتشين والقتلة؟ هل من المنطقي أنه يجي يعترف بهم يحط إيده بيدهم ويسلم عليهم إذا كان هو جاي لنشر رسالة سلام؟ شاف المسيح شاف الديانات شاف أستاذ محمد شاف الديانات مظلومة ومضطهدة ومظلومية الديانات الباقية وصلت إليه ورجع دار العراق نصح. طيب. المفروض السيد السيستاني يستقبله ويطلع على شاشات التلفزيون ويحكي. السيستاني ما طلع لا صوت ولا صورة. ليش؟ يعني حكي ما يحكي. الرجل هو جاي ينصح. هو ما عنده عصا سحرية يقول لهم تعالوا سووا هالشكل وهذا سووا هالشكل. هو الرجل نصح وراح. هو السيستاني ما يطلع ينصح الناس. طيب. أنا أشكرك يا أبو علي أكتفي وياك بهذا القدر. كلام سليم جدا. والناس كلها بدها تتساءل حتى الفيديو اللي طلع فيديو بدون صوت. عموما ام مصطفى من ديالة تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا ما تحاولنا بعد. انت على الهواء يا ام مصطفى تفضلي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. العراق لا بزيارة هذا ولا بزيارة هاك. هم احنا بوسطة نجرية وحرامية. نعم. هذا يجينا المسيح ايش يسوي لنا؟ هو بطل الزيارة نعم. 3000 يرحم ابوك. احنا بوسط الزمرة حرامية وكلها قفاصة. نعم. يعني شو يسوي لنا هذا؟ هذول لو يطلع النبي محمد يطلع النبي محمد ويصيح بإذاناتهم هم ما راح تصلح. طيب بعيدا عن التشابيه بعيدا عن هذه التشابيه نعم. تفضلي. هذا يجينا المسيح من هناك اللي هناك هذا يصفيها. هو اللي هنا الأكبر منا والأحسن منا ما قدروا يسووا لنا شيء. طيب أم مصطفى أنا أشكرك من ديالة شكرا للمشاركة. الرسول عليه الصلاة والسلام مكانته أكبر وأعلى من أن يذكر بهكذا مثال يا أم مصطفى. أنت أدرى يعني شوي بس نراعي هذا الموضوع. عطوان من بغداد تفضل. حياك الله. الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الو اسمعك حياك. شلونك استاذ محمد؟ الله يبارك فيك. نورت على الشاشة. الله يحفظك ويحفظ القناة. الله يسلمك. انا الجنازة على مود الرعاية الاجتماعية والله. نعم. انا عمري 60 سنة قاعد بالايجار. نعم. وراي سحيب ومنتهي والله عندي عملية بطني ورحت. نعم. للوزارة والله ذاك اليوم السيد النقيب الحماية مال الوزير. نعم. قلت له خطية برغبتك أعطوني ورقة من الحاسدة مال الرعاية اسمي وعنواني كامل وش مطالع. قالوا لما الموازنة شو وقت تدخل ما تعرف. نعم. قلت له خطية برغبتك السيد النقيب خطية قام بي راويت العملية وطلعت بطني ان شاء الله. انا سيد عطوان يعني الوقت انتهى اعتذر منك لكن ان شاء الله صوتك واصل ورسالتك ان شاء الله تسمع وحضرتك من المشاركين الدائمين في اكثر من مره تناشد على موضوع الرعايه الاجتماعيه ومعاناتكم. هاي رساله مو اللي بالداخل خلاص اللي بالداخل ذولا بعد ما حد يناشدهم. هذه رساله الى بابا الفاتيكان الى العالم
اللي حيروح بابا الفاتيكان يوصل صوت العراقيين لهم المفروض. هذه الأصوات هي العراقيين الحقيقيين، هذه هي المعاناة الحقيقية، ناس بلا دعم مادي، رعاية اجتماعية، أصحاب عوائل ويعني أصحاب حاجة. فيما تبقى من وقت سريع نقرأ الرسائل الواردة. رسالة تقول من أبو زين العابدين، السلام عليكم أبو زين العابدين من البصرة، ماذا ننتظر يا عراقيين؟ هل ننتظر أن أمريكا وإيران يتفقان على تقسيم العراق؟ في رسالة من أبو حاتم من الموصل أقرأها باختصار بعد التحية والسلام، يقول العراق أصبح قضية العراقيين فقط بعد زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق تأييد لما جرى في العراق على يد هؤلاء السفاحين وميليشياتهم، وأثبت البابا للعالم أنه راضي على وضع العراق في هذه الحالة. عندنا رسالة من طيب بس نقرأ سريعا رسالة أبو ثائر من صلاح الدين، السلام عليكم، يقول سيبقى صوت الشعب فوق أصواتكم النتنة يا فاسدين يا تجار الدماء والسراق أموال الشعب، والنصر آتي على يد شعبنا البطل. أبو حيدر أبو علي عفوا من بغداد يقول هل استيقن البابا أن السلطة في العراق يترأسها اللصوص وقطاع الطرق من الأحزاب الفاسدة؟ وآخر رسالة حتى نكون أيضا قرأنا كل الرسائل، الهدف من زيارة البابا هي إعطاء شرعية لهذه الحكومة الفاسدة التي دمرت العراق وسرقت، وهذا المسمى البابا جاء ليطمئن على هؤلاء السراق، سراق قوت الشعب المنكوب عن طريق هؤلاء الكذا القتلة الفاسدين. بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.